السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مهندس كورة، أهلا بكم في حلقة جديدة. حلقة النهاردة يعتبر يعني عنوانها هو صفقات ريال مدريد. طبعا شفنا صفقة فان دي بيك لريال مدريد، يعتبر خلصها رسميا ب 60 مليون. يعني المفروض الصفقة، طبعا احنا الناس كلها مستنية الإعلان الرسمي أو اللاعب وهو بيتقدم أو بالتيشيرت أو بالكلام ده كله، لكن خلاص يعتبر الصفقة قاب قوسين أو أدنى، فاضل بس يعني التخليص خلاص. يعني الناديين اتفقوا وأياكس أمستردام خلاص اقتنع بالتقييم ريال مدريد للاعب ماديا، وهم في حدود 60 مليون، وخلاص يعتبر فان دي بيك هو سوف يتم انتقاله لنادي ريال مدريد. نتكلم بقى عن المهم. ايه هو المهم؟ المهم هو بوجبا. دلوقتي كثرت الاقاويل عن بول بوجبا، لا قاعد في مانشستر، لا يوفنتوس عرض عليه، لا برشلونة عرض عليه، لا باريس سان جيرمان عرض عليه، لا ده رايح ريال مدريد، كلام كتير جدا جدا جدا. بس يمكن بعد بحث كتير قوي، وان احنا رحنا وجينا وعدنا وزدنا ودورنا في اماكن كتير قوي، اكتشفنا او طلعنا في الاخر بالملخص ان الموضوع بمنتهى البساطه قصه صغيره جدا جدا، هقولها لكم سريعا. طيب ايه هي القصه؟ بول بوجبا يعني ابتدت الصحافة تراقبه والناس تراقبه والسوشيال ميديا يراقبه، يراقب تحركات ويراقب تحركات عيلة بول بوجبا، يشوفوا هيسكنوا فين، هيقعدوا فين، الكلام ده كله. فاكتشفت بعض المصادر المقربة من بول بوجبا، أو كشفت بعض المصادر المقربة من بول بوجبا للصحافة، إن عيلة بول بوجبا حاليا بتدور على بيت في أسبانيا، وبالتحديد في مدريد، علشان ينقلوا كل حاجاتهم وحياتهم هناك لمدريد، تمهيدا لانتقال بول بوجبا لريال مدريد. طب بناء على ايه ريال مدريد او عيلة بوجبا قررت الذهاب لريال مدريد؟ بناء على الاتي: وكيل اعمال بوجبا رايولا، بعد ما بوجبا انقطع عن تمارين مانشستر يونايتد في الكام يوم اللي فاتوا، ما كانش بيروح وكان يعني بيبدي اعتراضه او اضرابه عن الذهاب لتمارين مانشستر يونايتد علشان خاطر يتم الموافقه على نقله لريال مدريد، وهي طريقه ما نحبهاش ابدا في كره القدم، وما نحبش ان اللاعب يستخدم هذه الطريقه كوسيله ضغط على النادي بتاعه للانتقال. طيب ايه اللي حصل بقى؟ جه رايولا علشان ذكي شويه، كلم بوجبا قال له لا انت لازم ترجع للتدريبات وتتعامل بمنتهى البساطه علشان ما يبقاش الموضوع في عند، انا بكلمكم بالمصري الحدوته بالمصري، علشان الموضوع ما يبقاش في عند من قبل اداره مانشستر يونايتد ومن قبل المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد سولشر. طيب تمام. فلما بوجبا بدأ يرجع للتمرينات بصورة عادية جدا، بدأ يهزر، بدأ يضحك، بدأ يسجل فيديوهات، بدأ يرفع صور على الانستجرام زي زمان أو في وسائل التواصل الاجتماعي بتاعته، بدأ إن بوجبا يتعامل طبيعي جدا. رايولا كلم بوجبا برضو، أي رايولا ده يعتبر العقل المدبر لبوجبا يعني، أو دايما وكيل أعمال اللاعب هو العقل المدبر للاعب يعني. فقال له روح كلم سولشر المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد. بالفعل راح بوجبا وكلم سولشر مدير التنفيذ المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، وقال له ان هو يرغب في الانتقال لريال مدريد مش كرها في مانشستر يونايتد، ولكن لخوض تجربه جديده ومنافسه جديده واثبات نفسه في مكان تاني، وده من حق اي لاعب كره قدم محترف. سولشر ما ابداش اعتراضه على اللي بوجبا قاله له، لان بوجبا جه معاه دغري من الاخر يعني، كان صريح معاه قال له خلاص مفيش مشكله انا موافق، بس نلاقي بديل ليك ويكون صفقه سوبر نامن بيها نفسنا كنادي، بعدين هنبدا ان احنا نبيعك لنادي ريال مدريد بسعر مغري وسعر كبير، نقدر برضه بعد ما تمشي نعوض بيه مكانك كبوجبا. يعني الموضوع خلاص يعتبر بيخلص. راح سولشر كلم إد وودورد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، وكلم ملاك نادي مانشستر يونايتد، وحصل بينه وبين سير أليكس فيرجسون مكالمة يعني صغيرة كده، اللي أفادت التقارير الصحفية إن السير أليكس فيرجسون برضو كان بيرشح انتقال بوجبا لريال مدريد، زي ما برضو السير أليكس فيرجسون ما وقفش في طريق كريستيانو رونالدو لما حب يروح ريال مدريد لما كان متألق جدا في مانشستر يونايتد. فالسير اليكس فيرجسون ادى يعتبر الاشاره الخضراء لسولشر ان هو خلاص، او بيأيده في رايه ان هو خلاص يسيب بوجبا يروح ريال مدريد. واعتقد ان الناس اللي بتقول ان بانتقال فان دي بيك لريال مدريد بوجبا كده خلاص مش هيجيبوه، لا انا بقول لك ان ريال مدريد هيجيب فان دي بيك وهيجيب بوجبا، ويمكن دخل في السباق من بعيد قوي اريكسن. اريكسن برضو ريال مدريد وبرشلونه داخلين في منافسه كبيره جدا جدا عليه، في ظل ان بوتشينو مدرب او مدير الفني لفريق توتنهام مش عايز يستغنى عن اريكسن ومش
عايز يستغنى عن اي لعيبه، لانه وصل لنهائي التشامبيونز ليج، وبقول ان هو في اخر لقاء صحفي واخر تقرير عن نادي توتنهام وضح المدير الفني لتوتنهام بوتشينو او بوكوتينو زي ما الناس بتقول ان توتنهام ناقصها بعض الحاجات الصغيره اللي هو بدا يتعامل معاها ويتعامل عليها علشان يظبطها ويصلح اخطاء نهائي للتشامبيونز ليج اللي خسروا قدام ليفربول في العام الجاري اللي احنا فيه. زي شفنا صفقات لتوتنهام يمكن ابرزهم من دومبيلي في خط الوسط، صفقه قويه جدا جدا جدا. توتنهام حاليا بيدعم صفقاته، بيدعم فرقته، اعتقد السنه الجايه توتنهام هيبقى له علامه وبصمه وهينافس بصوره كبيره جدا جدا، فيبقى في حاليا في 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 في, في السيره كده او في على الرواق حاليا لريال مدريد في بوجبا وفي اريكسن، الاثنين دول هيكونوا موجودين بجوار فان دي بيك، طبعا بجوار الاسطول اللي موجود في ريال مدريد كخط منتصف، سواء هم في كامل لياقتهم وكامل مهارتهم زي زمان ولا لا، او رجعوا ولا لا. لكن زين الدين زيدان اعتقد في النهايه هينجح في ضم بوجبا وهو اللاعب اللي يحمل نفس جنسيه زين الدين زيدان، وكثره الاقاويل اليومين دول ان زين الدين زيدان بيحاول انه يجلب معظم اللاعبين اللي من نفس جنسيته لان يكون الفهم سهل بالنسبه ليهم وبالنسبه للغه وبالنسبه لطريقه اللعب والانتماء، زائد ان هو مش عايز يمشي برضو اللعيبه اللي نفس جنسيته زي كريم بنزيما، مهما كان اخفاق كريم بنزيما ومهما كانت الاداره ومهما كان الجمهور بيهاجم بنزيما وعايزه يمشي، لكن لغايه دلوقتي زين الدين زيدان متمسك بيه. لكن اعتقد مع الضغط الجماهيري والضغط الاداري زين الدين زيدان ممكن في اي وقت يفرط في بنزيما ويجيب مهاجم تاني يلعب جنب يوفيتش او مع يوفيتش او بديل ليوفيتش. بالنسبه ليا او من وجهه نظري بوجبا قريب جدا من الانتقال لريال مدريد جنب فان دي بيك، لا مش هيبقى اريكسن. اريكسن اعتقد لو راح في حته ممكن تبقى برشلونه. الانتقالات مشتعله على فكره، عايز اقول لكم برده معلومه، نيمار يضرب ويعترض رسميا على باريس سان جيرمان، وقال في اخر لقاء صحفي لن العب لباريس سان جيرمان مره اخرى، وده اللي بيقرب برشلونه من صفقه نيمار اللي عايزين يكلفوها 90 مليون يورو زائد 2 لعيبه من برشلونه، ممكن يكونوا راكيتيتش وكوتينيو. اعتقد خلاص ان الدنيا دلوقتي خلاص بتولع، احنا في شهر 8 خلاص اخر شهر لموسم الانتقالات، الانتقالات بتقفل 31/8 بالظبط اخر او الديدلاين للانتقالات، هنشوف لسه حاجات جديده وهنشوف اخبار جديده. ده كان ملخص سريع جدا جدا عن ابرز الانتقالات اللي دايره النهارده بتاريخ النهارده. كان معاكم اخوكم عمرو عاطف، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله قريبا، السلام عليكم.